اخبارنا ايه ليلى؟ جوتيريش، خلي بالكم الخبر ده خبر كمان صعب، يعني خبر صعب من الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش. امبارح بيتكلم على يحذر من نزوح جماعي بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيطات. اتكلم طبعا في امام مجلس الامن على الخطر الذي يواجه العالم بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، ودعا إلى سد ثغرات الموجودة في القانون الدولي خاصة وأكد أنه في حوالي 900 مليون شخص بيعيشوا في أماكن ساحلية منخفضة، واتكلم على أنه في مجتمعات قد تختفي للأبد، قد تختفي للأبد. كان كلامه قوي جدا وتحذيرات شديدة، وقال أنه في الجزر اللي موجودة في بعض المحطات وغيرها، قال لك انه دي معرضه للاختفاء التام، وقال انه في طبعا انه في كثير من المدن الكبرى في جميع القارات هتتاثر تاثر شديد. واتكلم طبعا على مدن كثيره، اتكلم على القاهره، اتكلم على لاجوس في نيجيريا، اتكلم على موبوتو في موزمبيق، اتكلم على بانكوك في تايلاند، اتكلم على دكة في بنجلاديش، اتكلم على جاكرتا، واتكلم اندونيسيا، اتكلم على مومباي في الهند، اتكلم على شنغهاي في الصين، كوبنهاجن الدنمارك، اتكلم على لندن في بريطانيا، اتكلم على لوس انجلوس ونيويورك في الولايات المتحدة والارجنتين كمان بوينس ايرس، واتكلم على كمان سانتياغو على في تشيلي، اتكلم على العديد من الدول. وقال طبعا اذا لم يتحرك العالم لازم هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، وبيحذر دول العالم وكمان حتى فيهم بما فيهم مجلس الأمن، وقال إنه مجلس الأمن لازم يلعب دور أساسي في هذا الأمر عشان يواجه تحديات المدمرة للعالم. وقال إنه هذا الموضوع هو موضوع يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وقال إنه مجلس الأمن، لأنه المرة اللي قال لك إنه حصل تصويت وروسيا استخدمت حق النقض الفيتو العام قبل الماضي في 21، وقال علينا مجلس الأمن كمان أن الموضوع ده ما يكونش موضوع خلافي، لازم يكون فيه توافق في داخل مجلس الأمن عشان يبقى فيه قرارات إلزامية لكل دول العالم تتحرك أنها نسد كل الثغرات اللي موجودة على مستوى العالمي، لأنه ده هو مستقبل العالم. قال لك إذا لم نتحرك ودرجة الحرارة لا ترتفع أكتر مما هي عليه الآن، إن إحنا هيكون عندنا أزمة كبيرة جدا. وقال هذه الأزمة ستؤدي إلى يعني للأسف الشديد زي ما قال كده القارات كلها والعالم هنفقد يعني في 900 مليون شخص حول العالم هيتأثروا، وقال بالتالي علينا إن إحنا نواجه المشكلة الكبيرة اللي نتعرض لها، فيضانات، تآكل السواحل في العديد من الدول، إتلاف بنية تحتية، مجتمعات، تقويض الزراعة، خسائر في الأرواح. واتكلم على شمال افريقيا، قال في تسرب المياه المالحه وادى الى تلوث في الارض وموارد المياه العذبه، وقال لك تدمير محاصيل، قال لك ان احنا لو لم نتحرك. عشان كده قمه المناخ اللي كانت في مصر في نوفمبر الماضي كان الاهميه اللي بيحذر منه الامين العام للامم المتحده النهارده، وقمه القرارات والاجراءات وايضا والتنفيذ، ورايحين لقمه المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم في دولة الإمارات قمة 28. وبالتالي أمين العام للأمم المتحدة النهاردة تحذير شديد اللهجة لدول العالم، العالم يتحرك قبل يعني زي ما نقول كده فوات الأوان. الحكومة تعفي، وده قرار مهم جدا، تشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل السادة الوزراء أعضاء الحكومة المصرية على هذا القرار. تعفي مزارع الدواجن من الضرائب على العقارات لمدة 3 سنوات، يبقى في إعفاء مش تأجيل، إعفاء لمدة 3 سنين عشان نمر من هذه الأزمة اللي احنا موجودين فيها، وبالتالي مساعدة أصحاب المزارع، وفي جزء مهم اللي حكومة النهاردة إعفاء لمزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات. وزارة المالية طبقا لمصادر على موقعنا، موقع صدى البلد، تحملنا 3.75% مليار جنيه إعفاء القطاع الصناعي والإنتاجي من الضريبة العقارية.
البورصة المصرية ترتفع النهاردة الأسهم ارتفاع مؤشرات جماعية ترتفع اليوم وتربح 10 مليارات جنيه. دكتور مصطفى مدبولي كان عامل اجتماعات مهمة النهاردة والمجلس الأعلى للصناعة النهاردة ترأسه رئيس الوزراء واجتماعات مهمة حوالين الصناعة هدفنا توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر خاصة المركبات الكهربائية الصناعة هي الحل القاطرة لنقل الوطن من مكان إلى مكان هي الصناعة لأن احنا بصراحة أهملنا الصناعة وأهملنا الزراعة بين نستورد أكلنا وبين نستورد كل حاجة وبقى فاتورة الاستيراد 80 مليار دولار كل سنة وبنتكلم على الفجوة اللي كانت موجودة حوالي 50 مليار دولار يمكن بدأت تنزل شوية لأنه بدأ الصادرات تزيد شوية ولكن مش ده اللي مرتقب، المرتقب إن احنا نصل إلى 100 مليار دولار للسيد الرئيس بيتكلم عليهم. هتيجي منين؟ تيجي من ده، تيجي الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة اللي احنا أهملناها وعدنا نتفرج وعدنا كل حاجة حتى الخامات بنجيبها خامات التصنيع بنجيبها وكل شيء بنجيبه ونعمل، لأ النهاردة بدل ما كنت بتجمع النهاردة تصنع ويبقى أنت مكان وبلد للتصنيع اكتفاء جوه ثم أصدر وبالتالي يبقى إحنا ده اللي نشتغل عليه وكنا نجيب كل حاجة سلع غذائية من بره والسلع الاستراتيجية نستوردها وأهملنا الزراعة وأهملنا الصناعة سنوات طويلة جدا ولكن إن شاء الله ربنا يكرمنا والحاجات دي ترجع كمان لأن ده اللي بيعمله الرئيس النهاردة. النهاردة كلام مهم جدا للمهندس طارق المولى وزير بترول كان عامل حوار مع سكاي نيوز عربية مصر تعتزم زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى إيه؟ إلى أوروبا في عام 25 مصر عايزة ترتفع زي ما قال وزير النهاردة طارق المولى إن إحنا من 7.5 مليون طن حاليا إلى 12 مليون طن سنويا بعد سنتين بس ده مقابل إيه؟ إنه طبعا مع إسرائيل ناخد الغاز اللي موجود عندهم محطتي الإسالة عندنا إسالة نورد للدول الأوروبية ونكون واحدة من أكبر 10 دول بتورد غاز في العالم. إمتى؟ يا رب بعد سنتين. تاني بقول بعد سنتين من دلوقتي نصل إلى واردات مصر نصدر صادراتنا هتكون 12 مليون طن من الغاز المسال ومصر تكون دولة من الدول العشرة الكبار في تصدير الغاز المسال يا رب. قدام حضراتكم اهو مهندس طارق المولى وزير البترول مصر هي الحل الجاهز لتوفير الطاقة لأوروبا. تركيا أكثر من 50,000 مبنى دمر بسبب الزلزال. إدارة الكوارث التركية الهزات الارتدادية أدت إلى تغير المواقع شوفوا بقد إيه المواقع اتغيرت إيه 7.3 أمتار اتغيرت 7 أمتار المواقع ده مين اللي بيقول تركيا اللي بتقول 7 متر الهزة شديدة لأن هم هزت زلزالين من زلزال واحد 1.7 ريختر والتاني 7.6 على مقياس ريختر الاثنين زلزالين مش زلزال واحد. إدارة الكوارث التركية أكثر من 3,000 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي وقع يوم 6 فبراير. في أول زيارة له إلى سوريا منذ 2011 الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني التقى الرئيس السوري النهاردة وكمان راح تركيا والتقى وزير الخارجية التركي من شوية وكانوا عاملين مؤتمر صحفي في تركيا النهاردة وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. الأمين العام للحلف شمال الأطلسي الناتو ستولتنبرغ بيقول يجب أن تنتصر أوكرانيا في حرب الاستنزاف. لافروف وزير الخارجية طبعا الروسي يتهم الغرب بشن حرب شاملة ضد روسيا. لافروف سنعقد اجتماعا خاصا مع مجلس الأمن الدولي حول حادث تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي نورد ستريم اللي اتكلم النهاردة وقال ان هم بعتوا خطاب
للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حوالين هذا الأمر، وقالوا أنه جوتيريش قال أنه الأمر مش في إيده وعايزين لجنة تحقيق دولية، قال مش في إيده. فلافروف بيعلق وقال لا طبعا الكلام ده مش كلام مظبوط، والأمين العام عارف كده يقدر يشكل لجنة دولية أنها تحقق في هذا الأمر، وقال عشان كده هنعمل جلسة في مجلس الأمن نطلب تحقيق دولي من الذي ارتكب جريمة تفجير نورد ستريم السيل الشمالي. مطالبات في فرنسا بالتوقف عن مساعدة أوكرانيا والانسحاب من الناتو في أسرع وقت. الصين مناطيد أمريكية حلقت فوق التبت وشانجيانغ منذ العام الماضي. الصين تعلن اتخاذ تدابير مضادة تجاه أمريكا ردا على إسقاط واشنطن لمنطاد بكين. الرئيس التونسي قيس سعيد النهارده كان في مقر وزارة الداخلية امبارح، مقر وزارة الداخلية التونسية الذين تم اعتقالهم، لأنه تم اعتقال مجموعة من قيادات حزب النهضة الإخواني الإرهابي من أبرز قياداته على مدار الأيام الماضية. وهو قال هذه التصريحات: الذين تم اعتقالهم هم إرهابيون. ده بيقول كده مين؟ رئيس تونس، رئيس قيس سعيد. ولا بد من أن يحاسبوا بالقانون. بيتكلم على قيادات في حزب النهضة الإخواني، حزب الغنوشي. عطل معلوماتي في لوفتهانزا الألمانية، طبعا طائرات شركة لوفتهانزا الألمانية يربك حركة الطيران في مطار فرانكفورت، وتم العطل وألغوا العديد من الرحلات. لا يعني لقوا عطل طبعا في أجهزة الكمبيوتر سواء في عملية الدخول أو الصعود أو غيره، وبالتالي حصل عطل وأوقفوا الرحلات. ومن شوية كمان في أعتقد ميونخ كمان تم إيقاف الرحلات، حصل عطل أيضا في مطار ميونخ قبل دقائق قليلة. دعوات للإضراب في 7 مطارات في ألمانيا اعتبارا من الجمعة القادمة. البنك المركزي الإيطالي يعلن وصول الدين الوطني إلى 2 تريليون يورو، 2 تريليون و67 مليار يورو. ده حجم ايه الدين الوطني في ايطاليا، واحدة من الدول الكبرى بالمناسبة الصناعية الكبيرة ايطاليا. 7 تلاقيها موجودة، 20 تلاقيها موجودة، لما كانوا 8 موجودة. ايطاليا موجودة، دولة كبرى، دولة صناعية كبرى، عندها ديون قد ايه؟ 2 تريليون يورو و67 مليار يورو. أزمة بطالة خانقة سوق العمل في بريطانيا تفشل في مواجهة تأثير الركود التضخمي. بسبب تكاليف الطاقة والإسكان تسارع التضخم في بولندا مجددا. معدل التضخم في الأرجنتين يرتفع إلى قرابة 100%. مع زيادة انقطاع الكهرباء أسعار الغذاء في جنوب أفريقيا ترتفع. ارتفاع التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 3.4% في يناير مع زيادة تكاليف السكن. عاملين تقرير النهاردة في المملكة حوالين عمليات الزيادات اللي حصلت خلال الشهر الماضي، وأرجعوا زيادات إلى ارتفاعات في الأسعار الخاصة بالسكن، أسعار الوقود، أسعار الكهرباء، أسعار المواد الغذائية. وقالوا أنه ده أثر كمان على الناس على مدار في خلال شهر يناير الماضي. كان تقرير رسمي صادر عن المملكة، الأشقاء في المملكة العربية السعودية. الدولار امبارح كان ب 71 ألف ليرة في لبنان، النهاردة بيصل إلى كام؟ 76 ألف ليرة، انهيار جديد للعملة اللبنانية. مصر تنفذ أكبر مشروع في إفريقيا يمر عبر السودان وإثيوبيا، القاهرة كيب تاون، اللي احنا قطعنا شوط كبير في هذا الطريق وهذا المشروع العملاق، ووزارة النقل، وطبعا اللي هو طريق القاهرة كيب تاون واللي شغالين عليه، وفي أعمال تنفذ حاليا حتى رقين على حدودنا مع السودان. وهذا الطريق بيمر بحوالي 9 دول إفريقية وطوله أكثر من 10,000 كيلو مترا. إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة. الطرف الأولاني موجود اللي هو نادي الزمالك،
الطرف الثاني لسه الماتش النهائي اللي يكون بين الاهلي وبيراميدز. اذا الطرف الاولاني خلاص اتعرف بطل الدوري النادي الزمالك، والطرف الثاني لسه يا الاهلي يا بيراميدز. لاول مره في تاريخها دوله الامارات تستضيف النسخه 71 من مسابقه ملكه جمال العالم لاول مره منذ تنظيم هذه المسابقه في عام 51.